مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم بدي أعلمكم طريقة خاصة لكيف نحفز الذاكرة خاصة لمرضى ألزهايمر. ألزهايمر معروف عنه أنه ما له علاج، ولكن على الأقل إحنا نقدر نساعد نأخر تدهور حالة هذا المريض عن طريق العلاج الانعكاسي على منطقة الوجه والرأس. حيكون الترتيب كالتالي: أول شيء عندي على منتصف الحاجب في عندي نقطة هنا ونقطة هنا، اللي حقوم بعمله أضغط مع بعض لمدة دقيقة، بعدين باجي على زاويه الحاجب اللي فوق وعندي زاويه الحاجب من جهه تحت. اول نقاط حتكون هنا، بقوم بالضغط عليها لمده دقيقه، وبعدين لما اخلص بنزل هنا نفس المنطقه اللي احنا نشعر فيها بالصداع نقوم بالضغط عليها، هي نفس المنطقه اللي احنا نقوم بالضغط عليها كمان. صف عندي هون ثلاث نقاط، نقطه هذول، نقطه هاي، والنقطه هاي، والنقطه هاي. المرحلة الثانية حتكون كالتالي: في عندي خط هنا أنا بمحاذاة الأذن على الجهتين اليمين والشمال، اللي حعمله أنا نزول وطلوع 12 مرة، يعني ها هيك وهيك، واحد بعملها 12 مرة على الجهتين بنفس الترتيب. يعني حيكون شغلنا كالتالي: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، إلى آخره لغاية 12. بعدين اللي حعمله كالتالي: باجي على اطراف الحواجب الخارجيه هون وهون، بقوم بالضغط عليها لمده دقيقه. لما اخلص بنزل من منتصف العين لعند عظم الخد، نص الخد مباشره، وبكبس عليهم. كمان في عندي كمان نقطتين. لما اخلص باجي هون المنطقه اللي بنص الحاجبين بالضبط هون، وبطلع شوي لفوق، هاي عندي نقطه الضغط عليها لمده دقيقه، وبعدين بطلع شوي لفوق لعند الجبين، عندي هون كمان نقطة بقوم بالضغط عليها لمدة دقيقة. لما أخلص لازم أرجع على نفس الخط هذا وأقوم بالضغط طالع نازل بالشكل هذا لمدة 12 مرة أو تكرار 12 مرة. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة حتكون كالتالي عشان أقوم بعملها: في عندي هون هاي الأذن، في عندي هون خطين بالعرض، خط هنا وخط هنا. طبعا أنا بتكلم عن الجهتين، الجهة اليمين والجهة الشمال. اللي حعمله كالتالي: راح أحط أصابعي بالشكل هذا زي اللي عماله بحف حف خط بالعرض، بعمله رايح راجع حركة بطيئة وشوي شوي تفوت لفروة الرأس. كتير ضروري إن أكون بطيء وأوصل لفروة الرأس عشان أعطي النتيجة المطلوبة. بعملها 12 مرة، بعدها بطلع شوي لفوق وأعمل نفس العملية. اتناشر مرة. لما أخلص من الأذن تقريبا بمعدل ثلاث أصابع بطلع، بكون عندي هون نقطة وزيها على الجهة الثانية، حكون بالضغط عليها لمدة دقيقة. طبعا المريض بيكون نايم على ظهره، فإذا نشتغل من فوق. هلا اذا تمكنتوا انكم تيجوا على النقطه اللي بعديها اللي هي حتكون بمحاذاه النقطه هاي، بطلع لبرا هيك لغايه نص الراس، وبطلع شوي لبرا هون وهون، عندي هون كمان نقطه. اذا ما قدرتوا انكم تضغطوا عليها مش مشكله، المهم اني انا اعمل هاي الخطوات واطلع على النقطه هذه. هيك انا بكون اتعلمت طريقه كتير سهله لتحسين الذاكره للمرضى عامه وتحديدا لمرضى الزهايمر. طبقوها وبليز انشروا هذا الموضوع. يعطيكم العافية.